رجعنا سريعا ولسه مكملين مع حضراتكم هنا في فقراتنا في صباح اون تايم. بنستضيف دلوقتي ضيفتنا النهارده سمر صلاح المحلله الرياضيه اللي عندها اكيد كلام كتير جدا عن مباراه الاهلي والوداد وتتويج النادي الاهلي باللقب ال 11 في التاريخ، وعندها احصائيات مختلفه كمان عن لعيبه النادي الاهلي اكيد هنعرفها خلال بقى حوارنا النهارده معاها. صباح الفل عليكي، منورانا كالعاده واشياكه دي. صباح الفل عليكي يا سيما، انا مبسوطه جدا ان انا معاكي، يعني ده انا مبسوطه جدا انك معايا تاني مره. ده حظي الحلو ان انا دايما معاكي. نخليك صباح الفل عليكي وعلى المشاهدين. طيب عايزين نتكلم بقى طبعا عن مباراه النادي الاهلي، وخليني اسالك كده عن مباراه الاياب اللي جمعت النادي الاهلي بالوداد المغربي في كازابلانكا وانتهت بالتعادل الايجابي ما بين الفريقين، وطبعا اسفر عن تتويج النادي الاهلي بالبطوله ال 11 في تاريخه، بطوله غاليه جدا بالنسبه للنادي الاهلي وبالنسبه للجماهير واكيد للاعيبته والمجلس ادارته، الف مبروك عليهم البطوله دي. خليني اسالك بقى، شفتي اللقاء ده ازاي؟ يعني خلينا في البدايه نبارك للاهلي وجماهيره والجهاز الفني والاداره على البطوله ال 11 في دوري ابطال افريقيا، البطوله المفضله بالنسبه للاهلي ولجماهيره. طبعا يعني ال 11 كانت محجره شويه مع الاهلي، بس الحمد لله السنه دي قدر الاهلي يحققها. انا شفت ماتش العوده شويه كنت مطمنه عكس كل الناس، لانه بكل اللي اتقال بعد ماتش الذهاب انه الاهلي كان محتاج يحقق نتيجه اكبر، كان محتاج يحافظ انه ما يدخلش فيه اهداف هنا. لا العكس، الاهلي فريق كبير، الاهلي رد في الملعب، الاهلي اثبت انه فريق كبير. صحيح، قدر يحقق الهدف من المباراه هناك رغم كل اللي كان موجود، رغم كل التوتر اللي كان موجود في بدايه الماتش والضغط الجماهيري. لكن الاهلي نقدر نقول ان الاهلي متمرس في افريقيا، طلعي القاب زي ما انت عايزه، سمي الاهلي كبير القاره، سميه كبير افريقيا، سميه صاحب اللعبه، بطل البطوله. الاهلي السنه دي عمل كل حاجه في دوري ابطال افريقيا حقيقي. فبدايه الاهلي بينافس نفسه في البطوله بالظبط. الاهلي كان بادئ بدايه مختلفه، كان بادئ بدايه تقلق. الاهلي في اول ماتش في دور المجموعات بيتغلب، ما كانش حد، ده بيتكرر كتير مع النادي الاهلي بصراحه كمان بالاخص في السنين الكتيره اللي فاتت دي، يعني ده بيتكرر كتير مع النادي الاهلي في دور المجموعات بالاخص. الاهلي قدر يعمل لمنتدى ما يعملهاش غير نادي كبير، ما يعملهاش غير حد عنده هدف للبطوله. الاهلي عمل ارقام قياسيه كتير جدا السنه دي، اهمها انه غير انه البطوله ال 11 الاهلي واخد، الاهلي والجمهور كان قلقان من فريق مغربي، كل الاحترام لكل الفرق وكل الاحترام لكل الفرق الافريقيه والعربيه، ولكن الاهلي كبير، الاهلي تاريخ، الاهلي صحيح. 11 بطوله يعني بذكرك لان النادي الاهلي كان قلقان من فريق مغربي. فخلينا نرجع برضو للارقام اللي معانا النهارده كمان كنا بنتكلم عنها في بدايه الحلقه، يمكن الانديه المصريه معها 17 لقب لدوري ابطال افريقيا، بالنسبه لانديه المغرب معاهم 7 القاب بس. خلينا نقول ان النادي الاهلي معاه من ال 17 لقب ده 11 لقب كاملين، قدر النادي الاهلي يحصدهم 11 لقب للبطوله السمراء الغاليه اكيد على جميع جماهير النادي الاهلي. ولكن برضو انت كنت متفائله زي ما بتقولي، يعني الناس كلها ما كانتش حقيقي متفائله بعد كمان استقبالنا لهدف هنا في استاد القاهره، الكل كان قلقان والقلق كمان زاد وزاد بزياده كمان مع لقاء الاياب سواء في الشوط الاول او لحد كمان نص الشوط الثاني، الكل كان قلقان وكان يعني مترقب اللقاء هينتهي ازاي، هل هيرجع النادي الاهلي من غير البطوله دي، هل هيكون في جديد. وبالفعل طبعا قدر محمد عبد المنعم ان هو يسجل هدف يعني يرجع بالسعاده والفرحه لجماهير الكره المصريه بشكل عام ولجماهير النادي الاهلي بشكل خاص. قولي لي انت كنت جايبه الثقه منين بقى يعني في الفتره كل دي؟ كل العوامل بتقول ان الاهلي يقدر يرجع. احنا نسينا ان الاهلي فايز هنا، الاهلي هنا انهى المباراه 2-1، هدف جه في اللحظات الاخيره، ايا كان الخطا وايا كان الطريقه اللي جه بيها الهدف، الاهلي قادر على العوده. الاهلي اثبت ده طول البطوله. كنا قلقانين من ضغط الجماهير لانه الاهلي الهيستوري بتاعه ما كانش كويس، ما كانش احسن حاجه مع مباريات الوداد على ارض. صحيح، ولكن ما ينفعش اي حد يقول ان الاهلي عنده عقده في اي ملعب يبقى غير منصف. الاهلي قادر على انه يلعب في اي ظروف وتحت اي ضغط، وده اللي حصل فعلا هناك. حتى بعد الهدف وبعد الشد والتوتر وان البطوله بتروح، لا كان في توتر كبير جدا داخل الملعب، يمكن كمان شفنا مشاكل تحكيميه. فخليني برضو اسالك عن يعني شفنا انفعالات كتيره جدا من لعيبه النادي الاهلي وبرضو على الجانب الاخر من لعيبه الوداد، فخليني اسالك كمان عن نقطه التحكيم. يمكن قبل اللقاء ده الكل كان متخوف من نقطه التحكيم، وكل اتكلم وقال الحكم ده بالنسبه له دي هتكون اخر مباراه يحكمها، فمش هيفرق عنده ايه اللي هيحصل خلال اللقاء، مش هيكون يعني خايف على اللي هيجي بعد كده لان مفيش حاجه
حاجه جايه بعد كده. فكلميني عن نقطه التحكيم، شفتيها ازاي في اللقاء؟ تقييمك ليها ايه؟ خصوصا طبعا ان احنا كنا حاسين برضو بمشكله تحكيميه كانت موجوده هنا في مباراه الذهاب، يمكن لو كنا اتكلمنا كان في مثلا طرد ما اتحسبش، كان في ضربه جزاء برضو لم تحتسب لصالح النادي الاهلي، فكانش الموضوع بقى بصراحه ناقص مشكله او يعني حاجه تحصل في التحكيم في مباراه العوده هناك. طيب هو الاهلي من الانديه اللي تعرضت لده كتير، يعني من ضمن الضغوط اللي دايما الاهلي بيتعرض ليها، احنا اتكلمنا عن الجمهور، لكن الضغط التحكيمي من ضمن الحاجات اللي الاهلي بيتعرض ليها، فالاهلي كان دايما لازم يكون عامل حساب العوامل دي. وده اللي فعلا نجحوا فيه. التحكيم ما كانش افضل حاجه في القاهره ولا في ماتش العوده، ولكن الاهلي قدر يتاقلم مع ده. انا دايما بطالب انه حتى لو انا مش كويس كحكم اديني حقي، ولكن دوري انا هو اللي هينهي الماتش، وده اللي حصل فعلا. الكوره ممكن يكون الاهلي ما كانش موفق في معظم الكور في الماتش، ولكن كوره صح جه فيها توفيق حصل منها الهدف، وده اللي جاب البطوله. كولر دايما بيقدر يتعامل مع ده، بيقدر يتعامل مع الضغوطات ومع العوامل اللي ممكن تخسره الماتش. التحكيم، الجمهور، دايما رده كان على نقطه الجمهور والضغط، انه الجمهور في المدرجات وانا في الملعب، الجمهور ما بيلعبش مكاني، انا اللي في الملعب، انا اللي بدير. وده اللي قدر الاهلي يستفيد بيه في الماتش اللي فات، وكمان في ماتش الذهاب. يعني الاهلي فعلا متعود على الضغط الجماهيري، ومتعود على التحكيم، ومتعود على القرارات. دي شخصيه البطل اللي بيتسم بيها النادي الاهلي، دي اللي رجعت للاهلي مع كولر الحقيقه. والاهلي رجع تاني شخصيه البطل، ورجع تاني كبير افريقيا. يمكن كانت من الحاجات المستحيله او النادره اللي بتحصل انه فريق موجود في النهايه 4 مرات متتاليه فاز منهم 3، فده ما يعملهاش غير شخص النادي عنده شخصيه البطل. اكيد بعيدا عن الارقام اللي في البطوله طول سنينها، يعني كولر المدرب رقم 7 اللي ياخد مع الاهلي بطوله افريقيا. كولر بقى يعني حاليا مع الاسامي الكبيره، مع كابتن محمود الجوهري، كابتن انور سلامه، موسيماني، جوزيه، كابتن حسام البدري، كابتن محمد يوسف. كولر جاب بطوله غاليه اكيد في وقت قليل جدا، هو قدم اوراق اعتماده انه يقدر يكمل مع الاهلي، وخلى الناس عندها طموح كمان ان احنا رايحين كاس العالم للانديه، فمش هيكون تمثيل مشرف. عمر الاهلي ما راح تمثيل مشرف لكاس العالم للانديه، ولكن السنه دي الطموح هيبقى اعلى. السنه دي الطموح هيبقى اعلى، السنه دي الاكسبكتيشنز بتاعت الجماهير بقت اعلى، توقعاتنا زادت، توقعات الناس زادت، وبناء على الاداء، على انه كولر من المدربين اللي قدرت تنجح جدا في تعديل طريقه لعب الاهلي. كل مباراه بالنسبه لكولر ليها شفنا في عناصر في النادي الاهلي ابتدت تلمع وتبان وشكلها يختلف تحت قياده مارسيل كولر، يمكن مثلا اهمها من وجهه نظري انا شايفه الشحات وبيرسي تاو، يعني في لعيبه كتير قوي اختلفوا تحت قياده مارسيل كولر. طبعا بيرسي تاو تحركاته فرقت جدا. بيرسي تاو من الناس اللي كانت الموسم اللي فات على وشك انها تسيب الاهلي، كان على وشك انه ينهي الموسم مع الاهلي ويروح مكان تاني. بيرستاوي السنه دي مختلف، صحيح. برضو من ضمن اللعيبه اللي عملت يعني صنعت اهداف كتير في البطوله دي كان بيرستاوي. بيرستاوي جايب 5 اهداف في البطوله وصنع حقيقي. 5 حقيقي. الاهلي السنه دي مع كولر، هو الاهلي عامه في البطوله دي جايب 27 هدف بمباراتين الاتحاد المنستيري، جايب 27 هدف. بالنسبه للاهلي وبالنسبه لفرق كبيره زي الفرق الموجوده في دوري ابطال افريقيا، ده رقم كبير. صحيح. خلينا نقف بقى شويه عند الاهداف بتاعه الاهلي. طب خلينا نقف عند الاهداف، وفعلا عايزه اسالك على سؤال مهم جدا. هل النادي الاهلي في احتياج لتدعيم صفوفه براس حربه صريح في الانتقالات القادمه ولا لا؟ هسيبك تجاوبي على السؤال ده، ولكن بعد ما نطلع لفاصل سريع ونرجع نكمل مع حضراتكم هنا بقيه فقراتنا في صباح اون تايم، خليكم معانا. بجدد التحية بحضراتكم أكيد مرة تانية، صباح الفل عليكم. ولسه منورانا النهاردة في الاستوديو ضيفتنا سمر صلاح المحللة الرياضية اللي كنا بنتكلم معاها قبل الفاصل على طول، هل النادي الأهلي في احتياج لراس حربة صريح ولا لأ؟ وانت عارفة يعني ان انت عندك إحصائيات وعندك أرقام بترد على السؤال ده. طيب خليني أقولك انه الأهلي محتاج مهاجم صريح، ولكن ده ما يقللش خالص من دور مهاجمين الأهلي اللي موجودين دلوقتي. أنا ما زلت شايفه انه كهربا ريح الناس شويه من فكره انه المطالبه بمهاجم صريح، لانه يعني مع كولر كهربا تقريبا السترايكر او المهاجم الصريح اللي بيلعب مع الاهلي. الاهلي في بطوله افريقيا احرز 27 هدف بمباراتين الاتحاد المنستيري، يعني لو حسبنا الاربع اهداف دول فيكون الاهلي احرز 27 هدف. كهربا احرز منهم 6 اهداف، او خلينا نقول ان المهاجمين عموما كهربا احرز 6 اهداف، بيرسي تاو 5، حسين الشحات 4،
محمد شريف هدفين. اجمالي لعيبه الاهلي او مهاجمين الاهلي اللي احرزوا اهداف في البطوله دي حوالي 65% من اجمالي الاهداف. دي ميزه وعيب. صحيح. ميزه لانه ما تقدريش تحددي مين اللعيب في الاهلي اللي هيجي من عند الجون. وعيب لانه لازم يكون في مهاجم صريح ومهاجم قوي كمان عشان الاهلي عنده بطولات كتير وعنده اهداف كتير، وزي ما كنا بنقول انه الاهلي رايح كاس العالم للانديه، فلازم حتى مش هقصد البطوله دي، اقصد انه دايما الاهلي بيبقى عنده مشاركات كتير ومشاركات في قاريه ومشاركات محليه بيكون محتاج فيها مهاجم قوي. ده لا يقلل خالص من دور المهاجمين الموجودين حاليا، ولكن فريق بحجم الاهلي لازم يكون عنده مهاجم قوي. طيب خلينا نرجع كده برضو يعني نسترجع المعلومه اللي انت قلتيها، 27 هدف قدر يسجلها النادي الاهلي في مشواره في بطوله افريقيا في الموسم الحالي او في النسخه الحاليه، 65% من الاهداف اللي تم تسجيلها كانت عن طريق المهاجمين بشكل عام، الباقي كانت من خط النص وخط الدفاع. يمكن كمان البطوله حسمت بتوقيع مدافع النادي الاهلي محمد عبد المنعم. وانت شايفه ان النقطه دي فيها حاجه ايجابيه وفيها حاجه سلبيه، ولكن اكيد طبعا احنا محتاجين ان احنا نشوف عليه هجوميه اكتر عنده مهاجمين النادي الاهلي اكتر من 65%. بالظبط. يعني انا دايما بشوف في طريقه مارسيل كولر انه ما تقدريش زي ما كنت بقول ما تقدريش تحددي مين اللي هيجيب الجون. كمان انت ما تقدريش تعرفي طريقه لعبه. يعني دلوقتي في الاهداف اللي جت زي ما كنا بنتكلم انه شحات احرز 4 اهداف، شحات مهاجم، نفس عدد الاهداف احرزه محمد عبد المنعم. فلاعيبه الاهلي عندها قدرات هجوميه وعندها دفعه هجوميه. حمدي فتحي جاب مع كولر 6 اهداف وجاب في البطوله دي 3. كولر يعني ما تقدريش تحددي طريقه لعبه، ودي ميزه برضه. يعني انا ممكن اكون النهارده صحيح يمكن ده اللي قاله فاندر بروك المدير الفني لفريق الوداد المغربي لما اتكلم في المؤتمر الصحفي اللي كان بيسبق المباراه بيوم، واتكلم وقال يعني نفس التشكيله اللي لعب بيها مارسيل كولر معانا نفس التشكيله برضه اللي لعب بيها قصاد الفريق المغربي فريق الرجاء، ولكن هو لعب مع الرجاء بشكل دفاعي لكن لعب معانا بطريقه هجوميه. فانت ما تقدرش اصلا تحدد مارسيل كولر هيلعب ازاي حتى لو بنفس التشكيله. بالظبط. يعني اللي يخوف اي فريق هيواجه الاهلي او هيواجه الاهلي تحت انه ما يكونش فاهم تحت قياده مارسيل كولر، انا ممكن النهارده اجيب لك تشكيل الاهلي في اخر ماتش واقول لك تقدري ده التشكيل المؤكد ان الاهلي هيلعب بيه بكره، تقدري تحددي لي الاهلي بالتشكيل ده هيدافع ولا هيهاجم؟ مستحيل. ودي ميزه من مميزات مارسيل كولر، حاجه من الحاجات اللي هو مميز فيها جدا انه بيقدر يغير في طريقه اللعب مش في اللعيبه. يعني ممكن يكون نفس ال11 لاعب في الملعب ولكن طريقه اللعب هي المختلفه. انا بدي لحمدي فتحي ادوار هجوميه في ماتش تاني او في شوط تاني انا ممكن ادي لحمدي فتحي ادوار دفاعيه، والحقيقه اللعيبه قادره تساعده على ده انه اللعيبه بتنفذ تعليمات مارسيل كولر بالحرف. واضح جدا تنفيذ تعليمات مارسيل كولر، واضح جدا الانسجام اللي بينهم، وده باين في الاداء وباين في النتيجه. صحيح. اذا فاصبح مارسيل كولر وكتبته النادي الاهلي بالنسبه لباقي الانديه هم لغز، ويمكن ده بصراحه شيء مرعب بالنسبه اكيد لاي منافس تاني ان هو ما يكونش فاهم انت يعني بتفكر ازاي او هتلعب ازاي، وبتكون لسه بقى قاعد مستني على حسب مجريات اللقاء هتعمل ايه داخل ال 90 دقيقه في المربع الاخضر. طيب نرجع ونكمل برضو كلامنا عن النادي الاهلي بشكل عام، وبعد تتويج النادي الاهلي قلنا بالبطوله ال11 في تاريخه ومنافسته مع نفسه بصراحه في الوقت الحالي. النادي الاهلي اكيد زي ما قلتي ان يمكن طموحاته وطموحات جماهيره سقفها بيعلى وبيعلى وبيعلى، فمشاركته في بطوله العالم للانديه دي متوقع منها ايه اللي هيحصل؟ متوقع انها مش هتكون زي المشاركات اللي فاتت. الاهلي هيكون عنده مواجهات اقوى طبعا، ولكن زي ما كنا بنقول الاهلي كبير القاره، الاهلي دلوقتي رايح بطل القاره وفي فرق كتير جدا هتشارك في البطوله، ولكن الاهلي اكتر الانديه اللي شاركت في كاس العالم للانديه. بتوقع ان الاهلي السنه دي هيحقق مركز، يعني ممكن اتوقع ان الاهلي يوصل لنص نهائي يعني. طيب تعالي نروح بقى للمنتخب، ويمكن المنتخب عنده لقاء اكيد هام بكره قصاد منتخب غينيا، لقاء هيجمعه بالمنتخب الغيني على الاراضي المغربيه وتحديدا في مدينه مراكش. شفنا انضمام لعيبه النادي الاهلي للمنتخب الوطني، يمكن كمان اللعيبه زي ما هم السكوادر الاساسي التشكيل الاساسي زي ما هو بالظبط راح للمنتخب، بالاضافه لاحمد عبد القادر اللي دخل للمنتخب او انضم للمنتخب بدل من هلال. بشكل عام شايفة المنتخب الوطني الأول عامل إزاي تحت قيادة روي فيتوريا، وكمان متوقع إيه للقاء بكرة؟
هو الاختلاف، بس خليني اقول انه ما كانش فيه اختلاف في التشكيل او في القائمه بتاعه المنتخب مصر، باستثناء طبعا احمد حجازي وطارق حامد. دي ربنا يرجعه بالسلامه ان شاء الله حجازي. دي الاصابات اللي موجوده او الفرق، يعني الناس المستبعده للقائمه. مع فيتوريا منتخب مصر لم يتلقى اي هزيمه. دي حاجه بقت مميزه فيها دلوقتي، اعتقد انه يعني اللعيب المصري دلوقتي بقى قادر يحقق ده، مش بس مع الاهلي، لا كمان في منتخب مصر. منتخب مصر مع فيتوريا لعب ماتشين رسميين اللي هم مباراتين ملاوي هنا 2-0 وخارج ارضه 4-0. دي نتيجه ما اتحققتش من كتير. بالمناسبه الاهلي كمان في افريقيا احرز 11 هدف خارج ارضه في 7 مباريات، ودي حاجه ما حصلتش مع الاهلي من 39 مشاركه افريقيه. حلوة الاحصائية. من ضمن الارقام يعني اللي الاهلي حققها السنه دي انه حقق ده بره ارضه. يعني كنا دايما الناس بتقارن بين كولر ومانويل جوزيه. مانويل جوزيه كان دايما بيبقى حريص لما بيلعب بره انه ما يدخلش فيه هدف. فده كان بينتج عنه ان الاهلي ما بيجيبش اهداف. صحيح. عكس كولر، لا كولر اللي ما بيتاثرش بمكان، ما بيتاثرش بزمان ولا ملعب ولا جمهور، وبناء عليه الاهلي السنه دي عمل رقم قياسي في التسجيل خارج ارضه. خلينا نرجع تاني لقائمه المنتخب. مفيش وجوه جديدة، يعني مفيش استبعاد كتير، بس في وجوه جديدة. يعني أنا شايفة أحمد رمضان بيكهام التغيير اللي هيكون اضطراري بقى مكان طبعا حجازي. يعني أنا التشكيل اللي أنا من آخر تشكيل للمنتخب للتشكيل اللي أنا بتوقعه، آخر حاجة آخر تشكيل مع فيتوريا مع ملاوي المباراة اللي انتهت 4-0 كان محمد الشناوي، ده اللي مفيش خلاف عليه، معتقدش هيكون في تغيير في ده. الدفاع محمد هاني، عبد المنعم حجازي، محمد حمدي، ده في المباراه اللي فاتت. اعتقد انه كمان فيتوريا هيستفيد بالنشوه اللي حاسس بيها لعيبه الاهلي دلوقتي والسعاده اللي راجعين بيها بعد الانتصار، فده ممكن كمان ياثر على طريقه لعبه، ممكن ياثر على اختياراته، او على يعني انا شايفه كمان مروان عطيه. طبعا لعيبه النادي الاهلي دلوقتي هم الاجهز لسه خارجين من انتصار 9 كبير. من قوام المنتخب. صحيح، 9 من قوام المنتخب و8 منهم كانوا اساسي في اللقاء او 9 كلهم لعبوا في اللقاء الاخير اللي جمع النادي الاهلي بفريق الوداد المغربي. فاكيد طبعا يمكن هيكون في لحد ما افضليه للعيبه النادي الاهلي اللي هم مش يعني لو بصينا للعيبه اللي هم جايين من اوروبا فاغلبهم طبعا كانوا مريحين الفتره اللي فاتت، خلاص دخلوا في اجازه. بالنسبه كمان يمكن نادي الزمالك ولاعيبه نادي الزمالك ما بيلعبوش بقالهم يمكن فتره، فيعني الاجهز اكيد او لسه فت في الملعب رجليه في الملعب يمكن من امبارح او من اول امبارح اجيد لعيبه النادي الاهلي. ففعلا انا اتوقع معاكي برضو ان اللقاء ده هيشهد يعني يمكن زياده في عدد من لعيبه النادي الاهلي. يعني كمان مع فيتوريا المنتخب الهدف الوحيد اللي استقبله كان في مباراه وديه امام بلجيكا اللي كانت في نوفمبر اللي فات وخلصت 2-1. مع فيتوريا انا يعني احنا دلوقتي احنا تبقى للمنتخب الوطني نقطه واحده بس عشان يحسم التاهل. صحيح. يعني احنا في المجموعه الرابعه برصيد 9 نقط، بعدنا غينيا 9 نقط برضو، نقطه واحده كفيله يعني توصل المنتخب. هل النقطه دي في المتناول بكره؟ اعتقد لانه كمان زي ما كنا بنقول انه لعيبه الاهلي تقدر تستغل ده، تقدر تستغل الحاله اللي هم فيها، وده ممكن يخلي فيتوريا يستفيد بكهربا في الهجوم بديل لمحمد مصطفى، عفوا لمصطفى محمد او معاه. يعني ممكن يستفيد بالاثنين مع بعض او يلعب بحد فيهم والاثنين يقدروا يحققوا الهدف من المباراه اللي هو انا بتوقع. صحيح. الفوز كمان مش التعادل. صحيح. انه الاهلي انه منتخب مصر عفوا محتاج نقطه واحده فيقدر كمان يستفيد ياخد الـ3 نقط. كل التوفيق اكيد بنتمناه لمنتخبنا الوطني الاول بكره ان شاء الله في لقاء قصاد المنتخب الغيني. مشاهدينا بنوصل مع حضراتكم دلوقتي لنهايه حلقات النهارده من صباح اون تايم. بشكر جدا ضيفتي النهارده الضيفه العزيزه سمر صلاح على وجودها معانا النهارده. دايما كده بكون سعيده وانت متواجده معانا وفعلا يعني بتضيفي كده حاله من البهجه للحلقه. بشكرك جدا على وجودك معانا النهارده وصباحك زي الفل. مشاهدينا انتهت حلقتنا ان شاء الله على ميعاد بكره في نفس التوقيت الساعه 10 صباحا، ويوم جديد وصباح جديد من صباح اون تايم.